رئيس مجلس النواب يحذر من العودة للمربع الأول في حال تأجيل الانتخابات ويتهم حكومة الوحدة الوطنية بالفشل. قادما من الكونغو المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين. وضمان لحق النازحين في المشاركة بالعملية الانتخابية اعتماد 14 مركزا انتخابيا داخليا. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الرابعة وتتابعون فيها أيضا. أمام الأعداد المرتفعة للإصابات اليومية تجديد للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وفي التفاصيل، حذر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من عودة البلاد إلى المربع الأول للأزمة في حال تم تأجيل الانتخابات. صالح وفي تصريحات لرويترز اتهم حكومة الوحدة الوطنية بالفشل في توحيد المؤسسات وتحويلها إلى حكومة طرابلس، مضيفا أن الميزانية التي اقترحتها بقيمة 100 مليار دينار تعد كبيرة للغاية، متوقعا تمرير ما يصل منها إلى 80 مليار دينار فقط. أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أمال بوقعقيس أن إجراء انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات البرلمانية أو لاحقة لها هي ضرورة حتمية في ليبيا. بوقعقيس أوضحت في منشور لها عبر فيسبوك أن خطوة إجراء الانتخابات ضرورية لسرج المؤسسات المنفلتة من عقالها على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن ذلك أمر ضروري بمساندة جيش فاعل. أعرب عضو مجلس النواب وعضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية عبد الهادي صغير عن انزعاج النواب المجتمعين في إيطاليا من بيان البعثة الأممية بشأن إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق على ذلك. وشدد صغير على أن مجلس النواب هو الذي يملك الحق بسن التشريعات الانتخابية، مؤكدا حرص المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد. أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن أملها في أن يساهم اجتماع اللجنة البرلمانية في روما بإقامة انتخابات حرة وعادلة وشاملة. الوزارة جددت التزامها تجاه تحقيق الاستقرار في ليبيا بما يتماشى مع تطلعات المشروعة للشعب الليبي، بما يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد. أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي بأنه لا منفذ للشعب الليبي إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في 24 من ديسمبر. الفارسي وفي تدوينة لها عبر فيسبوك أشارت إلى أن الشعب الليبي تحمل ضغطا شديدا ودفع أثمان الحرية والديمقراطية من لحمه ودمه، لافتا إلى امتلاك ليبيا لموارد تم نهبها من طبقة فاسدة على حد قولها. وصفت السفارة الإيطالية في ليبيا توقيع ميثاق التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب بالحدث التاريخي، ورحبت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر بعقد ملتقى فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة الذي حضره عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني وعمداء بلدية ورؤساء المجالس الاجتماعية في الجنوب، مشيدة بنجاح توقيع المشاركين في توقيع ميثاق تعايش سلمي بين مكونات الجنوب.
شرع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود. هذا ومن المنتظر أن يحظى المنيفي خلال هذه الزيارة باستقبال رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار مواصلة التعاون تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين. في تحديثها اليومي كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إحصائيات تسجيل الناخبين حتى تاريخ 27 من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في منظومة سجل الناخبين 2,088,560، بينما وصل عدد المسجلين الجدد إلى 219,992، فيما وصلت نسبة المسجلين إلى نسبة غير المسجلين لمن يحق لهم التسجيل إلى قرابة 53%. هذا وبحث مسؤولو مكتب الإدارة الانتخابية في سبها مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التوعية الانتخابية كيفية تعزيز مشاركتهم في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في السجلات الانتخابية استعدادا للمشاركة في الانتخابات. كما بحث الاجتماع آلية توزيع المطويات الخاصة بأسماء وأرقام المراكز الانتخابية في بلديتي سبها ووادي لبوانيس، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية التسجيل بسجل الناخبين من خلال الهاتف. وفي سبها دائما انطلقت تدريبات الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، والتي تستهدف النساء اللواتي يريدن الترشح للانتخابات المقبلة بهدف تدريبهن وإكسابهن المعارف القانونية الجديدة حول آلية عمل الأجسام التشريعية المنتخبة وكيفية سن وتشريع القوانين وغير ذلك من متطلبات العمل الانتخابي. المزيد نتابعه في هذا التقرير. تتواصل هنا تدريبات الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، والتي تستهدف النساء اللواتي ينتوين الترشح للانتخابات القادمة بهدف تدريبهن وإكسابهن المعارف القانونية التي يحتاجنها في المرحلة المقبلة. نحن في هذا المشروع ندرب في الأخوات المترشحات أو اللي ترغب في الترشح لمجلس النواب بإذن الله تعالى. عرفنا السياسة، أعطينا مجموعة مصطلحات سياسية، شن هي الدستور، شن هو القانون، شن هو السياسة، شن هي مجموعة مصطلحات متداولة في الوسط السياسي. برضو عرجنا على القوانين والتشريعات والتراكيب، هالدستور انه هو ابو القوانين والقانون درجه ثانيه والقرارات واللوائح بعدين، واللي تتعارض القانون لما يتعارض مع الدستور نبهنا بان هو باطل دستوريا، وعطينا كيفيه اعداد مشاريع قوانين، كيف لما تكون نائب كيف تقدم مشروع قانون. هذا التدريب يجري برعايه الاتحاد النسائي وبدعم من مبادرة الليبية الانتقالية، وتشارك فيه سيدات من سبها والشاطئ والبوانيس وعدة مناطق في الجنوب. ويتوقع أن يساهم في زيادة وتحسين مهارات هذه السيدات ومعارفهن. هو مش بس استنباط لمعرفتهم بقدر ما هو تزويدهم بالمعرفة. أحيانا تلقى الوحدة عندها بعض المعرفة، ولكن دائما الاستزادة هي استفادة. والكثير من الحقيقة ناشطات في المجتمع المدني وعضوات سابقات أحيانا في المجالس البلدية مثلا، أو قدمنا على الترشح سابقا ولم يتمكننا من الوصول، ففي النهاية هي بتزود بقاعدة أو بخلفية معرفية تفيدها حتى لو ما قدر الله وصلت المكان أو ما فازتش، خلينا نقوله في الانتخابات القادمة، ممكن تكون الانتخابات اللي بعدها واللي بعدها، وهي في النهاية يعني ثقافة لابد من معرفتها. يتواصل هذا التدريب لثلاثة أسابيع. الجميع هنا يأمل أن تجري الانتخابات في موعدها المعلن، ويستعدون لذلك الموعد بالتنظيم والتدريب والمتابعة والتوثيق. النساء يسعين أن تكون مشاركتهن في هذه الانتخابات أكثر تأثيرا من سابقاتها. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيم، سبها.
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزراء الحكومة بمتابعة إجراءات استكمال توحيد المؤسسات التابعة لوزاراتهم. الدبيبة وفي كتابه الموجه لوزراء الحكومة طالب بضرورة التنسيق مع نائب رئيس الحكومة حسين القطراني في حال وجود أي صعوبات تحول دون ذلك، لافتا إلى ضرورة موافاتهم بتقرير مكتمل خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. قدم مدير إدارة التخطيط الأمني بوزارة الداخلية جمال صفار مقترح الوزارة لتأمين ودعم الانتخابات القادمة لرئيس لجنة دعم وتنفيذ الانتخابات المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي لاقت قبولا من أعضاء اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها. وحول ضمان حق النازحين من أبناء الوطن في المشاركة بالعمليات الانتخابية في 24 ديسمبر، أكد مكتب وزير الدولة لشؤون المهاجرين وحقوق الإنسان التعاطي بحرص مع قضايا المهاجرين وإيصال صوتهم بكل شفافية وحيادية، وذلك من خلال عملية تنسيقية أجرتها الوزارة مع مفوضية الانتخابات، تم على إثرها اعتماد 14 مركز اقتراع مخصص للنازحين داخليا خارج مناطقهم الأصلية، في حين أوضحت الوزارة أن للنازحين الذين لم يغادروا مناطقهم الحق في التسجيل والانتخاب بأي مركز داخل محل إقامتهم. أشرف فريق عمل من القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس على ترحيل 27 تونسيا من المهاجرين غير الشرعيين تم إيقافهم وإيواؤهم في مدينة الزاوية. القنصلية وفي بيان لها أشارت إلى أن عملية الترحيل تمت من خلال التواجد في مركز الإيواء والإيقاف بعد التنسيق مع السلطات الليبية المعنية، علما أن الفريق المشرف على هذه العملية زار الموقوفين التونسيين ومنحهم رخص مرور للعودة إلى أرض الوطن. وفي ملف كورونا، سجلت ليبيا 31 وفاة و 3161 إصابة جديدة حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، وأظهرت الإحصائية شفاء 1013 مصابا وفق ما جاء على صفحة المركز في فيسبوك اليوم، وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 243470 حالة، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 973 متعافا، والوفيات إلى 3453 منذ بدء انتشار الوباء. من جانبه، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل الجنوب أمس 62 إصابة بكورونا في كل من سبها وتمنهانت والشاطي. وقال المركز في بيان له أن نسبة الحالات الموجبة ارتفعت بذلك إلى 86%، مشيرا إلى تسجيل الجنوب 40 حالة شفاء. فيما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الوحات تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا اليوم وحالتي شفاء. وقالت اللجنة في بيان لها على فيسبوك إن فحص التحاليل المخبرية لعدد من العينات أظهر إصابة شخصين وسلبية عينتين وإعادة تحليل عينات أخرى. أفاد مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا عبد العالي الزجزاج أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتواجدة بالعناية الفائقة في المستشفى وصل إلى 15 حالة جميعها تخضع لأجهزة الأكسجين. الزجزاج وفي تصريحات صحفية طالب أهالي مدينة أجدابيا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا خوفا من تزايد عدد الإصابات وخروج الوضع الصحي والوبائي عن السيطرة. وبناء على التعليمات المباشرة والعاجلة من وزير الصحة علي الزناتي، سلمت وزارة الصحة مركز العزل في زوارة خزانا لحفظ غاز الأكسجين الطبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تزويد المرافق الصحية باحتياجاتها العاجلة، خصوصا في المدن التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
تفقد وكيل وزارة الصحة سمير كوكو رفقة بعض المسؤولين مركز عزل معيتيجا بطرابلس وأقسام الإيواء ومصنع الأكسجين للوقوف على سير الخدمات المقدمة للمرضى. وبحسب وزارة الصحة تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار متابعة وزارة الصحة للوضع الوبائي لفيروس كورونا والوقوف على جهوزية مراكز العزل لاستقبال المصابين. قام عميد بلدية وادي عتبة برفقة أعضاء المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة ورئيس مواجهة وباء كورونا بالبلدية بزيارة ميدانية طارئة لمركز العزل والفلترة بمنطقة أجاء وادي عتبة، وذلك للاطلاع على أوضاع المركز وحالات المرضى. وطلب الطاقم الطبي الجهات المسؤولة بتقديم الدعم لمركز العزل والفلترة والرفع من قدراته في مواجهة الوباء وتوفير أسطوانات الأكسجين والأدوية الأساسية والتسريع بصرف مكافآت العناصر الطبية والطبية المساعدة. طبعا كيف ما نعرف ان الوضع الوبائي داخل البلدية نوعا ما نقدر نقول بين المتوسط والجيد، طبعا الحالات في تزايد. طبعا عندنا حالات الإيواء اليوم 9 حالات داخل مركز العزل. طبعا في امكانيات نفتقد لبعض الامكانيات، اللي هي اول شيء طبعا عندنا وحده العنايه الفائقه، اجباري علينا الفتره هذه نحن نفعل وحده العنايه الفائقه، نطلب من اداره الطوارئ والوزاره الصحه بتفعيل العنايه الفائقه داخل مركز عزل وادي عتبة. والحاجه الثانيه منبه عليها ان الادويه ما فيش نهائيا، الادويه الروسوفيل ناقص، زنك ما فيه، فيتامين سي ما فيه، المضادات جميعها ما فيه. هذه طبعا تو حاليا نحن خاشين في الاحتياط. منظمات الاكسجين للاسف طبعا ناشدنا الوزاره وناشدنا اداره الطوارئ كم مره انها تركب لنا منظومه اكسجين داخل مركز العزل والفلتره، لكن للاسف ما اجابوا. عندنا ما يثبت ان نحن لليوم نحن راسلنا الوزاره، راسلنا مدير اداره الطوارئ باشمهندس الغزاوي. بدايه الاسبوع الماضي او اكثر تقريبا من حدود 10 ايام بدت الامور تزداد سوء، تزداد تعقيد الحق بامانه. بدينا نستهلك في عدد كبير من الاسطوانات، عدد الحالات اللي موجوده في مركز العزل بدت تزيد، وبدت حتى احتياجها للاكسجين اكثر، وبالذات الحالات اللي هي وضعها معرض، يعني زي الناس اللي عندها السكر، الناس اللي تعاني من البدانه، بالنسبه للنساء الحوامل. حتى عندنا 3 حالات ولاده في مركز العزل في غضون اسبوع فائت، وبالنسبه فيه بعض حالات ما قدرناش بامانه ان نغطوا الموضوع، الاكسجين كان يحتاج الاكسجين مضغوط. بالنسبه لمركزنا هنا ما عندناش، ما يتوفرش اكسجين مضغوط، فيه منهم يعني يقولوا ممكن 3 حالات تقريبا حولناهم لمركز معتيقه في طرابلس. وللاسف فيه زوز حالات كانت في المراحل الاخيره للاسف للوباء، ما قدرناش نغطوا الموضوع وللاسف وفاهم الاجل يعني. بحث عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفل آخر مستجدات الوضع الوبائي مع وصول معدل الإصابات في البلدية إلى مستويات حرجة. الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية بحث أيضا المختنقات التي يعانيها قطاع الصحة وتحول دون افتتاح مركز العزل في المدينة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير بعض المستلزمات الضرورية للمركز. هذا وطلب المجتمعون بتنفيذ حظر جزئي لمدة 10 أيام يشمل إقفال جميع الأنشطة التجارية والتجديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات والقطاعات العامة. كان الاجتماع ناقش حول كيف تتم الحد من انتشار فيروس كورونا داخل بلدية بن وليد. كان اجتماع موفق، أخذنا بعض الآراءات من كافة القطاعات وكافة الأجهزة الأمنية اللي كانت حاضرة معنا، من مديرية أمن، حرس بلدي، شرطة عسكرية، مجلس اجتماعي أيضا من عيان بن وليد. اتفقنا على مجمل أو بعض الإجراءات التي حتتخذ داخل بلدية بن وليد، وحيصدر فيها قرار اليوم إن شاء الله، اللي حيكون في حظر من الساعة 6 مساء إلى عند 6 صباحا اليوم الذي يليه، مع
خلال الدوام او خلال الدوام الرسمي حيكون في تتبع الاجراءات الاحترازيه من قبل الجهات الضبطيه اللي موجوده داخل بلديه بن وليد. اجتمع مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي عدنان بوديجا مع رئاسة وأطباء قسم الباطني بالمركز لمناقشة آلية العمل في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها البلاد، وتقرر في الاجتماع إيقاف الإجازات للأطباء بقسم الباطني لا سيما مع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتأكيد على تحمل المسؤولية الكاملة من حيث الانضباط والتركيز وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. أرسلت وزارة الصحة فريقا طبيا مكونا من 5 أطباء و5 فنيين إلى مركز العزل للأورام في مصراتة بعد ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة. وأكدت الوزارة في بيان لها بالخصوص استمرارها في دعم مراكز العزل الصحي وإرسال الأطباء للمدن التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات للسيطرة على الوضع الوبائي. نفى قسم العزل زليتن الشائعات المتداولة حول وجود حالات وفاة بسبب نقص الأكسجين، مؤكدا أن سبب الوفاة كان نتيجة تدهور حالتها الصحية، وناشد المركز الجميع لعدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من الأخبار من مصادرها. عزا عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي في تصريح لقناتنا أسباب تأخر افتتاح مركز العزل بالمدينة إلى نقص الأكسجين، إذ أن المركز يحتاج ل200 أسطوانة وهي غير متوفرة حاليا، مناشدا الأهالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية. الآن مركز العزل متوقف على الأكسجين، تزويده بالأكسجين. يعني بعد ما ركب خزان الأكسجين، المولد الكهربائي موجود، كل شيء يعني جاهز الآن، موجود على توفير. ما نقدرش نفتح أنا عزل بدون أكسجين. عندي استوانات أكسجين لا تكفي، 10 استوانات لا تكفي لتشغيل مركز عزل، ولكن خزان الأكسجين التي سعتها 3000 يعني هو على الأقل يمشينا في الفترة هذه، واحنا الآن لحد الآن ننتظر في تزويده بالأكسجين. أراه إذا فتحنا مركز العزل يحتاج منا إلى وقفة جماعية وجادة، كما قلت لكم بلدية أو حتى ممكن الدولة، أو بنعبوا على الدولة. أراه المراكز العزل في البلدية الأخرى ما يشعبي على الدولة بعلاقاتهم برجال أعمالهم. الآن إذا كان عندنا احنا رجال أعمال يبوا يتبرعوا أو يبوا يساعدوا أهلهم داخل منطقة بن وليد، يساعدهم ويوفروا هذا مركز العزل أمامهم، يحتاج إلى اسطوانات الأكسجين. الاسطوانات الأكسجين لا تكفي التي موجودة به، بالعكس نحن نحتاج إلى أكثر من 200 اسطوانة. اللي عنده قدرة يقدر يجيب اسطوانات، هذا مركز العزل مفتوح. حنشكل حتى لجان لاستقبال التبرعات لتوفير عينية وليس مادية، نحن نبتعد عن الماديات، عينية. ما يحتاجه مركز العزل أو مركز الفلترة يقدروا أهلنا وناسنا ورجال الأعمال داخل أو خارج حتى بن وليد يتفضلوا يتبرعوا بالأشياء العينية الموجودة لمراكز العزل. بحث مدير أمن النواحي الأربع العميد نور الدين الشتوي مع عضوي مجلس النواب على المنطقة الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من انتشار الفيروس في المنطقة. الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس فريق الرصد قصر بن غشير وعدد من عمداء البلديات شدد على ضرورة دعم الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس في ظل تزايد أعداد الحالات الوبائية عن طريق توفير الأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الخيام المتنقلة لاستقبال الحالات المصابة. أعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عن قرارات جديدة بشأن فرض الحظر على بعض المدن لمجابهة انتشار الفيروس، وذلك تنفيذا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء. التومي ومن خلال قراراته وجه الحرس البلدي بتسيير دوريات خلال فترة الحظر والقيام بجولات تفتيشية لضبط المخالفين وإيقاف منح الإجازات لأعضاء الحرس البلدي إلا للضرورة القصوى وقطع الإجازات الممنوحة سابقا. كما شدد التومي على تعزيز ودعم فروع الحرس البلدي في المدن التي يسري عليها قرار الحظر.
أجرت دوريات الحرس البلدي صبراتة رفقة دوريات من إنقاذ القانون والدعم المركزية التابعة لمديرية الأمن بالبلدية جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجول المفروض ومخالفة أصحاب الأنشطة المخالفة للقرار من خلال إقفال المحلات بالشمع الأحمر ومخالفتهم ماليا. المزيد في هذا التقرير. حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا للحظر المفروض في بلديات صبرات وصرمان والعجلات بناء على اتفاق مشترك بين المجالس البلدية ومديريات الأمن بهذه البلديات، تقوم دوريات الحرس البلدي بالتعاون مع دوريات من إنقاذ القانون والدعم المركزي التابعة لمديرية الأمن في البلدية بجولات ميدانية كل صباح لتنفيذ الحظر المفروض ومخالفة أصحاب الأنشطة المخالفة لقرار الحظر بإقفال المحلات بالشمع الأحمر ومخالفتهم مهليا. هذا ويستهدف الحظر كافة الأنشطة التجارية باستثناء الصيدليات ومعامل التحاليل والمخابز ومحلات المواد الغذائية الصغيرة شريطة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها. جولة عامة طالعين حظر ال 24 محلات والأسواق الغذائية، ولقينا أسواق غذائية مفتوحة وأسلوب معانا ممتاز، وسكرنا عليهم الشمع الأحمر ووجهناهم للإدارة متاعنا وإجراءاتهم بالخصوص للإدارة. تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلديات المذكورة، الأمر الذي استوجب فرض حظر كلي فيها ومخالفة كل من لم يلتزم بهذا القرار. حيث أكد العميد أحمد أبو شويرب مدير فرع جهاز الحرس البلدي بصبراتة لقناتنا، أكد أن عمل الجهاز بشأن الإقفال هو تنفيذ لقرار الحظر الصادر عن المجلس البلدي صبراتة. يتم طبعا قفل المحلات بالشمع الأحمر أولا، ثانيا يتم في إجراءات تتم إحالتها إلى تحقيق معها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفي من يتم هنا في داخل إداري المواطن الصلح الإداري داخل المكاتب المراكز اللي تتبع الفرع. أبو شويرب أكد أن الجهاز يعمل في ظروف صعبة وسيئة للغاية متمثلة في قلة الإمكانيات وإصابة عدد من أفراد الجهاز بالفيروس، منوها إلى تواصل العمل للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين. أكد رئيس المركز الصحي الزنتان عماد الزايدي ضرورة التسجيل بمنظومة التطعيمات والإقبال على المراكز الصحية لتلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا. الزايدي أكد أن إقبال المواطنين على المراكز الصحية بعد تفشي الوباء أفضل مما كان عليه في السابق، لافتا إلى أنها تعمل يوميا منذ ساعات الصباح الباكر لإعطاء اللقاح. أتمنى من جميع المواطنين داخل بلدية الزنتان اللي سرع في التسجيل بمنظومة اللقاح واللي سرع في أخذه وذلك لحفاظا على سلامتهم وسلامة أهاليهم وذويهم. في بداية الحملة كان في عزوف، لكن توا بدأت الأخبار كويس. بالنسبة للإحصائية طبعا طعم الأسترازينيكا 1300، والطعم الصيني 999، والطعم الروسي 670. رصدت منصة حكومتنا آراء بعض المواطنين بنقطة أبو شوشة في تاجورة الذين تلقوا فيها التطعيمات ضد فيروس كورونا، وبحسب المنصة فقد كان إقبال المواطنين على تلقي المطعوم مقبولا إلى حد ما، كما أنها تميزت بعملية التنظيم والتنسيق بين الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية والمواطنين. اليوم الأحد الآن فتنا 2000، يعني الحمد لله في الناس قاعده تسمع وتجي وفي سرعه في الاداء، يعني الامور كويسه الحمد لله. من ناحيه التنظيم زي ما تشوف زوز خيمه رجال خيمه نساء، حتى الانتظار حاولنا احنا نديروا مكان يعني ظل حتى الناس تستنى في مكان في الظل يعني والبروده والجو كويس. كانت كويسه ان شاء الله داخل الخيمه بلديه تجور مستوصف ابو شوشه، كانت الاجواء جميله جدا والخدمات ممتازة 100% بجهود الدكاترة والأطباء والطاقم والأمن الموجودين، كانت وجميع المسرفين على التطعيمات كانت ممتازة. المفروض أي واحد يجي يطعم تضر نفسك تضر عيلتك تضر الناس تضر الناس، لأن احنا شنو كلنا احنا مخالطين راه فما
واحد ماذا بيه يجيه الطعم. وبالنسبه للاستقبال استقبال 100 100، ما قعدتش حتى دقيقتين على بعضهم، يعني طعمت وطلعت. شجعت على اساس نفتكم المرض والفتاك هذا اللي يضرب الناس، والحمد لله كل التطعيم متوفر في كل مكان، التنظيم داخل مدام بوشوشه 100% ولا تعطير ولا اي حاجه فيه. الحمد لله، ننصح جميع المواطنين ان يجوا وانهم يطعموا، لان التطعيم فيه فائده لهم ولصغارهم ولعائلاتهم. رحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمبادرة السلطات الليبية لإدراج غير الليبيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون في حملة التطعيم الجارية. المفوضية حسب ما ذكرت على صفحتها في فيسبوك حثت اللاجئين وطالبي اللجوء على زيارة نقاط التطعيم المخصصة وتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، مشجعة إياهم على القيام بهذه الخطوة وذلك حفاظا على سلامتهم. Today we're here in Martyr Square in Tripoli, Libya, where for the first time refugees are getting vaccinated against COVID-19. We welcome that Libya is including non-nationals, including refugees, in its vaccination campaign. And we hope that the rollout is now in progress quickly, because it is clear that no one is safe until everyone is safe. بحث وزير الصحة علي الزناتي أمس مع وفد أردني ممثل عن الأكاديمية الأردنية للتوحد آلية التعاون مع الجانب الأردني فيما يخص توطين علاج متلازمة التوحد في ليبيا. وتم خلال اللقاء تحديد آلية التعاون من خلال عقد شراء خدمة لدعم المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد فنيا وتدريب ونقل الخبرات الأردنية للعناصر الطبية والوطنية. هذا وأكد الزناتي على ضرورة توطين العلاج بالداخل لما له من دور هام في توطين الخبرة والعلم والخدمة، كما شدد على أهمية فتح فروع أخرى للمركز في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية. وفي إطار الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، نظم منتدى تمكين المرأة والشباب ندوة تدريبية حول الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي ضمن مشروع السلامة للصحة العقلية والنفسية في البلاد. المزيد في هذا التقرير. الأوضاع الاقتصادية والظروف الحياتية الصعبة، إضافة إلى انتشار الوضع الوبائي في البلاد، ظروف تعاونت على حرمان المواطنين من العيش الكريم. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقريرها الصادر عام 2020 انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية في أعلى معدلاتها عالميا. وفي هذا الإطار نظم منتدى تمكين المرأة والشباب دورة تدريبية حول الاستجابة للصحة العقلية والدعم النفسي ضمن مشروع السلام للصحة العقلية والنفسية في عموم البلاد. قدموا في مشروع حول الدعم النفسي والاجتماعي والصحة العقلية في ليبيا، دي عبارة عن رفع الوعي بمستوى الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية الموجودة في ليبيا. جاء هذا المشروع نتيجة للضرر الموجود في ليبيا، نتيجة للنزاعات والحروب التي حدثت في المجتمع الليبي. كل الفئات حتشمل هذه الجلسات بإذن الله. أعطينا توعية وأعطينا طرق للتعامل مع الأشخاص اللي يصابوا بهذه الأشياء، خاصة الفئات اللي أكثر ضعف في المجتمع. التدريب جاء بحضور عميد بلدية غات وأعضاء المجلس البلدي ومنتسبي جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع غات، بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساعدة بالمستشفى العام والمراكز الصحية والمختصين الاجتماعيين للتعريف بالأمراض النفسية والعقلية وكيفية احتواء تقديم الاستشارة والإرشاد لدعم الأفراد المتأثرين جراء الصراعات المسلحة والنزوح والكوارث الطبيعية. يعني أنا ممكن أقول لك نفس. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك أسماء 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد تم إقفالها بناء على التقرير النهائي للجنة مشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبينت الوزارة أن الجامعات والكليات الخاصة التي تقرر إقفالها لا تتوافر لديها معايير الجودة المطلوبة حسب التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من الوزير، مهيبة بطلبة الدارسين بهذه الجامعات والكليات إلى الاتصال باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.
نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل قصير. دعم قطاعي الكهرباء والنفط محل مباحثات الدبيبة مع الكبير. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير تنفيذ عدد من التدابير العاجلة تجاه عدد من الملفات أهمها جائحة كورونا ودعم قطاعي الكهرباء والنفط. وبحسب بيان نشره مكتب دبيبة على فيسبوك، فقد تناول اللقاء الإسراع بتفعيل صناديق الإعمار لدعم المناطق المتضررة. كشف مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها من الثامن وحتى منتصف شهر يوليو الجاري، ونشر المصرف المركزي كشوفات توضح المواد والسلع التي منحت اعتمادات لاستيرادها إلى جانب قيمة تلك الاعتمادات بالعملة الأجنبية والشركات المستفيدة منها، استنادا على قرارات إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف حول الضوابط المنظمة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية. ينظم مصرف ليبيا المركزي البيضاء مؤتمرا حول الصيرفة الإسلامية في ليبيا مطلع أكتوبر القادم، وأشار فرع المصرف في البيضاء إلى أن هذا المؤتمر يهدف للوقوف على واقع تجربة الصيرفة الإسلامية في البلاد وتحديات توظيف الأموال بالصيغ الإسلامية ومعرفة طبيعة العمل الرقابي الشرعي في المصارف العاملة، بالإضافة إلى الوقوف على دور الصيرفة الإسلامية في المجالات التنموية والمجتمعية. استعرض رئيس لجنة الإدارة المشغل لشركة ميليتا للنفط والغاز محمد بن شتوان سير عمليات الشركة والصعوبات المالية التي تواجهها بسبب عدم اعتماد الميزانية المالية. وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بطرابلس، تطرق بن شتوان لمشروع القطع البحرية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي ونسبة الإنجاز في هذا المشروع والتطور في مراحله. أوضحت مراقبة عمليات المياه التابعة لشركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن الشرب الذي وقع لمنظومة النهر الصناعي بمنطقة الواحات خلال الأيام الماضية تسبب في نقص إمدادات المياه لمدينة البريغ الجديدة، ونتيجة لذلك قررت المراقبة تحديد ساعات ضخ المياه عبر شبكة المدينة خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة والتقليل في استعمال المياه إلا للضرورة. وحذرت الشركة من اللجوء إلى تقليل ساعات ضخ المياه للمدينة في حال استمر الانقطاع وقلت كميات المياه الموجودة لديها. في شأن آخر، بحث وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي خلال اجتماع عقد بمكتبه بديوان الوزارة مع وفد عن شركة إلينيس للتطوير العقاري إمكانية مساهمتها في مشاريع تطوير الإسكان العقاري بالبلاد. وبحسب الوزارة فقد حضر الاجتماع الذي عقد بمكتب الغاوي بديوان الوزارة مدير مكتب شمال إفريقيا وممثلا عن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، إضافة إلى المستشار القانوني لمشروع نموذج 2870 وحدة سكنية.
أجرت دوريات من جهاز الشرطة الزراعية بالتعاون مع فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية جولة داخل منطقة لجويعة للوقوف على الأبنية العشوائية لمنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة. وبحسب وزارة الداخلية فقد تم تنبيه أصحاب هذه البنايات بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام، كما تم تفقد منطقة أسطارنا والذي تم فيها ضبط عدد على إحدى تعد على إحدى الأراضي المملوكة للدولة والتي تقدر بألف هكتار. وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يحذر من العودة للمربع الأول في حال تأجيل الانتخابات ويتهم حكومة الوحدة الوطنية بالفشل. قادما من الكونغو المنفي يصل الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين. وضمانا لحق النازحين في المشاركة بالعملية الانتخابية اعتماد 14 مركزا انتخابيا داخليا. وأمام الأعداد المرتفعة للإصابات اليومية تشديد للإجراءات الاحترازية ضد كورونا. نهاية نشرتنا مشاهدينا، إلى اللقاء. We'll be right back.